الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو التشاور فيما يأتي في موضوع الانتخابات الفلسطينية والتعنت الإسرائيلي والصلف وما يحدث في على الأرض المقدسية من مواجهات بين شبابنا وصبايانا وبين المحتل وقطعان مستوطنين ومستعمرين المرفوضة، كل الرفض في عندنا في القوائم وعندنا في الفصائل وفصائل منظمة التحرير بشكلها العام. أنا بتوقع أنه في الانتخابات القادمة سيكون تمثيل المقدسيين وحضورهم في الصناديق عالي، لأن جماهير شعبنا في القدس تريد أن تقول للعالم أجمع أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وأن الفلسطينيين في القدس هم جزء أساسي من النظام السياسي الفلسطيني ومن دولة فلسطين، بل هم قلب الدولة الفلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية. في الانتخابات الماضية طبعا سمحوا للمقدسيين بإجراء الدعاية الانتخابية فقط قبل 10 أيام من موعد الاقتراع، وهذا كمان حطنا في لا مساواة مع باقي القوائم أو مع باقي المرشحين في باقي المحافظات، وإحنا متخوفين هذه المرة من هذا الإجراء. طبعا اللي بيفرق هذه المرة عن الانتخابات الماضية أنه الانتخابات هي على القوائم النسبية، وبالتالي تستطيع القوائم ممارسة العملية الدعائية باسم القائمة في كل المحافظات. ويبقى السؤال أنه نسبة المشاركين من القدس نتيجة عدم وجود دعاية انتخابية، ونسبة تشجع المقدسيين للمشاركة في عملية بيشوفوا حالهم أنهم منزويين عنها أو منقصين الحقوق فيها، بالأخص إحنا كمرشحين مقدسين.